تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. سمعينا الأعزاء، صباحكم الله بالخير، حياكم الله ويانا في برامج صحة وسعادة. برامج صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتنا المميزة إذاعة نور دبي. مثل ما عودناكم في كل حلقة من حلقاتنا بنتطرق لأمور ومواضيع صحية وطبية تهمكم وتفيدكم، وإن شاء الله نستقبل استفساراتكم اقتراحاتكم مداخلاتكم على أرقام التواصل ويانا في البرنامج. قبل ما أذكركم بأرقام التواصل ويانا، أرحب فريق العمل وياي اليوم في الإعداد حسني البلاونة، في التنسيق نجاة السويدي، وفي الإخراج عيسى سبي. صباحكم الله بالخير جميعا. ومحدثتكم اليوم دكتورة عاشة البسطي. مثل ما عودناكم كل يوم فقراتنا تكون متنوعة، منها تغذوية منها طبية ودراسات تكون دراسات صحية متعلقة بالصحة والطب والأمراض عموما. يعني اليوم دراستنا جميلة وحلوة، لها علاقة بمرض الحين الناس بدأت وايد تركز عليه. بس قبل ما أتكلم عن الدراسة بذكركم برقم التواصل ويانا 600-55-1414 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله. دراستنا اليوم تقول التوتر في عمر مبكر يزيد من خطر الاكتئاب لاحقاً. قدمت دراسة بريطانية جديدة تفسيراً عصبياً للاكتئاب بأنه نتيجة للتوتر في مراحل مبكرة من العمر، ويحدث الاكتئاب وفق النظرية كعملية تفاعل بين عوامل نفسية وجسدية، ويمكن أن يقود هالتفسير إلى علاجات جديدة للاكتئاب. وأجريت الدراسة في جامعة بريستول البريطانية، وتوصلت نتائجها إلى أن مخاطر الإصابة بالاكتئاب تزداد كلما تعرض الإنسان للتوتر والضغوط في مراحل الطفولة والمراهقة. ونشرت نتائج الدراسة في دورية نيورو سايكو فارماكولوجي، وأظهرت أن هرمون الكورتيزول الذي يسمى هرمون التوتر يلعب دور هام في التأثير على الخلايا العصبية للدماغ وتشكيل الأفكار السلبية لاحقا. هذه وحدة طبعا من الأسباب لمرض الاكتئاب اللي الحين هاي الدراسة قائمة، أن كل ما تعرض الشخص خاصة في فترات عمره الأولى سواء الطفولة سواء فترة المراهقة أن يكون دائما متوتر، يزيد هالحالات من أنه يتعرض للاكتئاب يعني مستقبلا. طبعا الاكتئاب له أسباب كثيرة، مو بس هالسبب واحد من أسباب الاكتئاب، لا، له أسباب كثيرة الاكتئاب. بس هاي الدراسة يعني تنبهنا الأشياء معينة، يعني الأطفال من الصغر نحاول أن يعني ما نخليهم يتوترون يعصبون، وحتى في سن المراهقة أو حتى لو وصلوا لدرجة التوتر والعصبية أنهم يحاولون أو نعلمهم طرق معينة تخفف هالتوتر اللي يعيشونه. يمكن حد بيقول لي لا، الأطفال أو المراهقين يمكن ما يكون عندهم التوتر، بالعكس في جزء منهم يكون عندهم التوتر، خاصة اللي يكونون من الناس اللي يبون يعني كل شغلهم يكون بيرفكت أو ممتاز، يعني خاصة اللي يطمحون اللي مثل الدرجات العالية أو أني أبا أكون كذي أو دائما متوتر. أو بعد في فئة معينة اللي بتقعد لك على ألعاب إلكترونية معينة اللي وايد تحفز الواحد وتخليه دائما عصبي ومتوتر، وخاصة الأطفال الحين مفتوح لهم المجال في كل مكان. بس يعني في أشياء معينة يتعلمونها أساس يتعلمون كذلك كيف يقللون التوتر لما يكبرون، يعني يوم يتعلمون من يومهم صغار وهم في فترة المراهقة، يوم يكبر الشخص خلاص تعود على هالطريقة، ما يحتاج يتعلم بعدين لأنه تعود أنه لا يتوتر. يتعلم مثل ما نعلمه هذا صح هذا غلط، قناعات معينة نعلمه شو فايد شو بعد التوتر شو أثره على الجسم. التوتر زين، يعني مو بأنه كل التوتر يعني
ما بزين ومضر للجسم. في حالات نحتاج نكون شوي متوترين، سبحان الله يعطينا طاقة أكبر، بس ما بأنه طول الوقت أكون متوترة، ما بمعظم الوقت أكون متوترة، لأن بعد يأثر بطريقة سلبية على جسمي. بالنسبة لي الاكتئاب له أسباب طبعا كثيرة، ما بطرق الأسباب، بس الواحد مرات يقول لك كيف بركز أكثر في طرحي لي يعني شو الشخص بيحس في فترة يعني أول ما يحس بالاكتئاب. في ناس وايد يمكن يكون عندهم بس ما بعارفين أن هذا هو. في مرات يكون الشخص بيكون دائما مثل مزاجه متعكر، يعني دائما يكون ما مستانس بالشيء اللي قاعد يسويه، ما مستانس، وتقريبا هالشيء يكون متكرر بطريقة يومية تقريبا طول اليوم. يحس مرات أنه يصيح يبكي فجأة بدون ماي، ماشي سبب، فجأة يصيح، يعني ما يحس أن أشياء وايد في حياته تستاهل، يعني أنه ما بيهتم بشكله، ما بيهتم بمظهره، ما بيهتم حتى بلبسه ونظافته، أشياء وايدة، لأنه ما يحس بالتشجيع أو أنه بالوناس إذا سوى هالشيء. ثالث شيء بالنسبة لي يأنه بيبتدي يأكل بشرحة كبيرة، يأنه بيبتدي ما يأكل أو تقل شهيته حتى للأكل. الأسباب كثيرة طبعا، يحتاج الشخص إذا حس بأي شيء من هالأشياء أنه يراجع طبيبه المتخصص أو حتى أي عيادة قريبة له، أساس يتم فحصه ويتم عمل فحوصات اللازمة. في أشياء وايدة تخربط بين الاكتئاب وبين يكون مرض عضوي مثل خمول في القدة الدرقية، أشياء ثانية كذلك، بس يعني يفضل الواحد يعني يشيك ويسوي الفحوصات الدورية، أساس يعني يلقى أي العلاج من البداية أحسن يفضل. في ناس بعد تبتدي تنسى أشياء وايدة، يعني ما تبتدي تتذكر، فهاي من البداية بعد كذلك، لأن أسباب ثانية بعد بتخليها تنسى، الاكتئاب، أشياء ثانية إذا كبار السن، غير عن الاكتئاب مرات يكون حتى الألزهايمر، صغار السن يكون مرات ضعف أو خمول القدة الدرقية، هالأسباب كلها. بالنسبة للعلاج في ناس وايد يعني مثل اللي تبتعد أو أنها أول ما نقولها التشخيص تبتدي لا أنا ما عندي شيء، أنا ما بأخذ علاج، تتخوف. العلاج مو بس علاج دوائي، علاج أشياء ثانية، منها العلاج اللي هو النفسي، وبعدين إذا في حالات معينة يحتاج على طول العلاج الدوائي، وبالعكس العلاج الدوائي يعطي مفعول جدا يعني ممتاز للمرضى اللي مصابين بهالمرض، لأن حياتهم تماما يعني تتأثر بالمرض، مو بس حياة العملية، حتى حياة الأسرية هو نفسه يحس أنه متأثر. بس في النهاية بعد حتى لو يأخذ العلاج، دوره هو كشخص وايد مهم، أنه يقيم نفسه، أنه يستمر في العلاج، أنه ما بس يعتمد على العلاج، يعتمد على أشياء ثانية يسويها في حياته، أساس يحس بالتغيير في الحياة، ما يحس أن نمط الحياة واحد، لا بالعكس يحتاج أن يحس بتغيير في الحياة، يحط له طموح، يحط له شيء يبقي يوصل له. فسبحان الله هالشيء بيكون حتى أكبر من إحساسه بالاكتئاب أو بالحزن اللي داخله. مستمعين الأعزاء، طالعين فاصل إن شاء الله وراديكم مع فقرتنا الثانية اللي هي التقذوية، اللي بتتحدث اليوم عن شيء مهم اللي هو زيت الزيتون. تمو يانا، طالعين فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم بأرقام التواصل ويانا 6005514141 والرسائل النصية على 4006. فقرتنا الحين تكون الفقرة التغذوية. موضوعنا اليوم جدا مهم ويهم ناس وايد، لأن الناس كثيرة تعتمد على زيت الزيتون وتحبه وعارفة فوائده، بس ما بعرفت انها بالتفصيل، وابتدأ يدخل في معظم الأكلات عنا، والناس تستغني عن ابتدت عن الزبدة أو الدهن أو السمن وتستخدم الزيت زيتون في أكلها. ومعظم الناس ما بعرفة حتى كم الكمية الموصى فيها، كم نستخدمه، مب أنه مفيد أقدر أستخدم كميات كبيرة. طبعا لكل شيء يفضل أن نستخدمه بحدود. اليوم إن شاء الله بنتكلم عن فوائد زيت الزيتون، تكون ويانا الأستاذة ريهام أحمد، أخصائية التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي. صبحت الله بالخير أستاذة ريهام.
صباح النور والسرور دكتورة عائشة، صباح أهلا. النور للمستمعين. هلا، صبحت الله بالخير. أستاذة ريهام، طبعا كلنا عارفين فوائد زيت زيتون، بس ما بعرفينها طبعا بالتفصيل. وما يخلى بيت الحمد لله بيوتنا من زيت زيتون، واعتمادنا عليه بشكل كبير على الحين. فحابينك اليوم تحدثينا أكثر عن فوائد زيت الزيتون. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لما نتحدث عن زيت الزيتون اللي هو منتشر على مستوى العالم، ويعتبر ممكن من أشهر الزيوت، ولما نتحدث عن الزيوت الصحية بيجي زيت الزيتون على رأس القائمة. صح. زيت الزيتون له فوائد علاجية وغذائية عديدة. طبعا الدهون تقسم إلى قسمين، دهون مشبعة ودهون غير مشبعة. أيوة. الدهون المشبعة هي الدهون السيئة، والغير مشبعة اللي هي مفيدة نوعا ما طبعا في تصنيفاتها. زيت الزيتون حوالي يعني 75% من الدهون الموجودة في زيت الزيتون أو من الأحماض الدهنية هي الدهون الغير مشبعة الأحادية، اللي هي تعتبر دهون صديقة للقلب. فيعتبر زيت الزيتون من الدهون الجدا جدا صحية لاحتواء على هاي الأحماض الدهنية. أيوة. الأوليك أسيد اللي هي أحادية غير مشبعة، اللي هي الموفة أو المونو ساتوريتد فات، اللي تعتبر صديقة للقلب، لأنه حسب الأبحاث اللي أجريت تلعب دور في صحة القلب، لأنها بتمنع أكسدة الكوليسترول السيء LDL. فبالتالي يعني ممكن نحكي أنها ممكن بتقلل من الكوليسترول السيء، واللي بينعكس إيجابا على صحة القلب. ممتاز. فزيت الزيتون جدا مفيد بسبب الخصائص أنه بيحتوي على الدهون الأحادية غير المشبعة. أيضا بعد الأبحاث أظهرت أنه هاي الدهون الغير مشبعة لها دور في المحافظة على مستويات السكر في الدم، لأنها بتزيد من حساسية الخلايا للأنسولين، الأنسولين سنسيتيفيتي، فبتحافظ على مستويات طبيعية للسكر في الدم، وبتقلل من مخاطر الإصابة بنوعا ما بمرض السكر من النوع الثاني. ممتاز. طبعا أيضا بيحتوي على العديد من مضادات الأكسدة، من جملة مضادات الأكسدة اللي لها دور بالمحافظة على الخلايا وتجديدها وحمايتها من الجذور الحرة اللي هي بتكون بتؤدي للمشاكل المرضية وللسرطانات. فبفضل احتوائه على مضادات الأكسدة يعتبر جدا صحي. زيت الزيتون أيضا بيحتوي على فيتامين إي وفيتامين كي بنسب عالية. فيتامين إي هو الموجود في أغلب حتى الكريمات والمستحضرات التجميلية لنضارة وصحة البشرة. أيوة. فزيت الزيتون فيه نسب جدا عالية من فيتامين إي، فهو بيحافظ على صحة البشرة وتأخير شيخوختها بفضل الفيتامينز الموجودة فيه. في نقطة بحب أشير لها، أنه في النهاية زيت الزيتون هو نوع من الدهون، صح صحي وفي أحماض دهنية مفيدة للجسم، بس أنا بدي أتناوله بكميات معتدلة أو حسب الموصى بها، لأنه في النهاية دهون يحتوي على العديد من السعرات الحرارية. فأنا مش لأنه صحي ممكن أخذه بكميات عالية. صح. يعني ممكن الملعقة الصغيرة الوحدة اللي من زيت الزيتون في حوالي 45 سعر حراري، ملعقة الطعام الكبيرة حوالي 120 سعر حراري. فأنا لما بدي أخذه بدي يكون من ضمن الحسابات اليومية لمخصصة من السعرات الحرارية. صح، الواحد يأخذ باعتدال حتى لو أن عارفين فوائده، وفوائده الحمد لله كبيرة. هلو؟ ألو؟ ريهام. أيوة تفضل دكتور. قصدي أن الواحد يأخذ باعتدال حتى لو أنه عارف أن فوائد مهمة. ونقطة جميلة أنك ذكرتي السعرات الحرارية اللي في الملعقة الكبيرة والملعقة الصغيرة من زيت الزيتون. صح. وهي مو بسعرات قليلة يعني تعتبر. لا لا أبدا، يعني إحنا بنتكلم، إحنا شريحة الخبز الواحد فيها حوالي 80 سعر حراري، فلما أنا بأخذ ملعقة كبيرة كأني أخذ شريحتين من الخبز. صح. فهو فيه عالي بالسعرات الحرارية، مفيد طبعا، بس بيكون مثلا إذا أنا مخصصة من السعرات الحرارية 2000 سعر حراري في اليوم، بدها تكون هال120 محسوبة من ضمنهم، فمش تكون زيادة، لأنه هو في النهاية دهون، في النهاية كسعرات حرارية زي أي سعرات حرارية زي أي دهون ثانية، بس الأحماض الدهنية اللي فيه الأحماض المفيدة، فأنا بدي أخذه ضمن الموصى به، يعني ما يتعدى ممكن الملعقتين الكبار في النهار، أو إذا أخذت أكثر يكون من ضمن السعرات الحرارية المخصصة إلي في هذاك، يعني المخصصة اليومي في السعرات الحرارية. أيوة. ريهام. أي
أيضا دكتورة لو سمحتي لي، هو يعتبر يعني بيحتوي على بيتفضل الحمض الأوليك الموجود في الحمض الدهني، يعتبر كمحارب للالتهابات أو مضاد للالتهابات، خاصة الناس اللي عندها الأرثرايتس أو الروماتويد، مشاكل المفاصل والروماتيزم، يعني سواء تناولوا أو حتى لما بنعمل منه زي تدليك أو مساج أيوة بيقلل من الآلام اللي بتكون ناتجة عن هاي الأمراض، فهو له زي خصائص علاجية باعتباره مضاد للالتهابات، ممتاز. ففوائده جدا جدا كبيرة. وطرقتي لفوائد كثيرة بعد له. أي مضبوط، وحتى في دراسات اقترحت إنه ممكن يعني إنه ممكن يمنع التجلطات، بيساعد على تدفق الدم بصورة عالية في الأوردة، فبيمنع الإصابة بخطر الإصابة بالتجلطات، وبيحمي الجسم أيضا لأنه بيحتوي على مضاد أكسدة زي ما تكلمنا، بيحمي خلايا الجسم من الجذور الحرة الفري راديكلز، هاي اللي لما بتتأكسد بتؤدي إلى لا سمح الله السرطانات والمشاكل الصحية الأخرى. أيوة فزيت الزيتون منجم صراحة من الفوائد، يعني بننصح فيه بس زي ما خبرتك باعتدال ضمن الكميات المحسوبة. صح. في نقطة دائما تثار أو الناس لما بتجي تراجعنا بالعيادة، إنه أنا في أستخدم زيت الزيتون في الطبخ أو أيوة لا، صح. هاي نقطة خلاف دائما. فزيت الزيتون من الزيوت اللي ما بتتحمل درجات حرارة عالية، إحنا نجرب لو حطينا زيت زيتون على النار لمدة دقائق بسيطة دغري، زي يعني يعني بنحكي احنا انه بيحترق او بدخن، حتى ريحته بتصير سيئه. فزيت الزيتون من الزيوت اللي ما بتتحمل درجات حراره عاليه، حتى لونه يعني يتغير. لونه بتغير، ريحته بتتغير، دغري بدخن، يعني لو نسيتي على النار شوي بتحسي بخار ودخانه بيطلع منه، صح. فهي بيكون نسبه احتراق فيه عاليه، فبيكون في لما يوصل لهالمرحله بيكون خطر، لانه بيكون بتاكسد وبتصير ضار اكثر من حتى الدهون المشبعه. ايوه فأنا ما لازم أعرضه لدرجات حرارة عالية، ممكن أطبخ فيه بمعنى الطبخ السطحي، يعني ممكن أعمل فيه بيض مثلا، ايوه ممكن لثواني معدودة أسوي فيه مثلا مع الخضار ينضاف، هو الأفضل إنه ينضاف فريش على الأكل مثلا على السلطات على اللبنة، بس إذا بطبخ فيه أو مثلا إذا بعرضه لدرجات حرارة ما بدها تكون درجات حرارة عالية، وبدي أكون مثلا يعني أضيف مثلا أعمل فيه البيض أو مثلا مع الخضرة شوي، بس مثلا ما أقلي فيه، ما يعني أقلي ما فيه تكون بطاطا، درجة حرارة النار عالية كثير. ما تكون عالية وبسرعة يعني عشان ما يتأكسد أو ما يحترق، وفبهالحالة الحالة بتصير ضار، يعني نفقد فوائده الصحية اللي هو بتميز فيها زيت الزيتون، ويكون فما أكثر أعرضه لدرجات يعني حرارة عالية. الأكل اللي بنطبخ بالفرن وبيحتاج لساعات عديدة طبعا ما بيسوى أني أستخدم له زيت الزيتون، لأنه ما بيتحمل هاي درجات الحرارة العالية. صح. وأنا أحتاج الفوائد أكثر من أني أحتاج حتى لي يعني ما بأغير من طبيعتي، بدل ما أخذ فوائد صح أخذ صح مضارة فقط. لأن لما بتعرض الحرارة بتغير من الخصائص الكيميائية اللي فيه، فبتأكسد صح، حتى وبصير الريحة يعني تتغير بفقد نفس أنا ما الفوائد قلتي، اللي فيه. الريحة على طول يعني ما يتحمل النار على طول. مظبوط، الريحة الطعم، يعني حتى لو مثلا إذا تركتيه على النار لفترات طويلة وحطيتي فيه مثلا نوع من الأكل أو الخضار دغري بتحسيه بيحترق، صح. فأبدا ما بتحمل درجات حرارة عالية. ممكن زي ما يعني مثل ما حكينا ممكن أنا أعمل فيه البيض، ممكن الشغلات البسيطة اللي يسموه بسرعة الطبخ تنضج السطحي يعني ما مش تحتاج العميق. فترة طويلة. مظبوط، لا درجات حرارة عالية ولا فترات طويلة، ممكن أنا يعني أستفيد من خصائصه فريش، أو إذا اضطريت أستخدمه في الطبخ لدرجات حرارة بسيطة ولكن لفترات قليلة، يعني ما يتعرض لحرارة عالية. ممتاز. أستاذ ريهام، كلمة أخيرة توجهينها لمستمعينا. الحمد لله، يعني زيت الزيتون البلاد العربية مشهورة فيه، خاصة يعني زيت الزيتون الأصلي اللي هو بيكون منتشر في كثير من الدول العربية، خاصة ممكن بلاد الشام، فهو صراحة منجم غذائي من ناحية الفيتامينات ومضادات الأكسدة الأحماض الدهنية المفيدة، فياريت يعني أن أستبدل أكلي بدل ما أستخدم السمنة والزبدة أستخدم زيت الزيتون، أدخله في الوجبات الأساسية. طبعا زي ما حكينا أنه يكون فريش ما يكون معرض لدرجات حرارة عالية، أيوة. فصراحة
فوائده لصحة القلب، تخفيض الكوليسترول، تخفيض ضغط الدم، بمنع الجلطات، لحماية البشرة، ففوائده عديدة. فياريت إحنا بصورة عامة نستخدم الزيوت بدل اللي بتكون سائلة على درجة حرارة الغرفة، أفضل من اللي بتكون صلبة زي السمنة والزبدة والشحم الحيواني. وأفضل أنواع الزيوت هو زيت الزيتون لاحتوائه على الأحماض الدهنية الأحادية اللي هي مفيدة جدا لجسم الإنسان. صح، والفوائد اللي ذكرتيها صراحة كثيرة، يعني خاصة أن سبحان الله والحمد لله متوفر في كل بيت تقريبا عندنا في الإمارات. متوفر في كل بيت، مضبوط، الحمد لله. متوفر في كل بيت، وخصائصه غذائية وعلاجية وتجميلية، محتوي على فيتامينات عديدة. يعني الكريمات اللي احنا بنشتريها لنظارة البشرة وصحة البشرة بيكون فيها فيتامين إي، فما بالك بزيت الزيتون اللي هو مصدر يعني غني جدا بفيتامين إي. صح. أستاذة ريهام أحمد، أخصائية التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي، شكرا لك. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا، يعطيكم العافية. الله يعافيك. مثل ما تطرقنا مع الأستاذ ريهام بخصوص فوائد زيت الزيتون، طبعا الحمد لله ما يخلى بيت من زيت الزيتون، بس كذلك ما أن له فوائد كثيرة بعد يفضل أن نستخدمه باعتدال. وذكرت الكمية، ملعقتين بالكثير في اليوم. وإذا الشخص يحسب سعرات الحرارية يقدر في نفس الوقت يوازن بين السعرات الحرارية اللي ياخذها وكمية الزيت زيتون اللي يستخدمها في اليوم. مستمعينا الأعزاء، طالعين فاصل إن شاء الله وراد لكم. صحة وسعادة. سمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل ويانا 600551414، والرسائل النصية على 4006. مثل ما عودناكم في شهر رمضان نتكلم عن مرض وأثر الصيام على هذا المرض. اليوم بنتحدث عن مرض اللي هو مرض الصرع، وبنتكلم عن أثر الصيام له. مثل ما نعرف أن مرض الصرع من أكثر أمراض الأعصاب شيوعا، وهو يصاحب المريض في كافة أشهر السنة من دون استثناء حتى في شهر رمضان. فهو من الأمراض المزمنة اللي تستمر مع المريض لفترة معينة من حياته وقد يشفى منها، وهاي يعتمد على مدى المتابعة وطبعا العلاج. للحديث عن هالمرض ومدى تأثيره على الصيام يسرنا يكون ويانا اليوم عبر الهاتف الدكتور سهيل الركن، استشاري أمراض المخ والأعصاب بمستشفى راشد. صباحك الله بالخير دكتور سهيل. صباح الخير، يا مرحبا دكتورة، الله يرضى عليك. أهلا دكتور. دكتور، كنا عارفين بخصوص مرض الصرع من أكثر أمراض الأعصاب شيوعا، والتحكم فيه يحتاج إلى متابعة مستمرة وكذلك العلاج. فإذا ممكن تحدثنا باختصار عن أنواع الصرع أو مرض الصرع. جميل. أنواع الصرع، أو الصرع بداية، شو هو الصرع؟ هو زيادة الشحنات الدماغية الكهربائية في الدماغ، مما يؤدي إلى نزول أو هبوط في مستوى الإدراك لدى الشخص، وقد يصاحب أيضا حركة لا إرادية اللي هي التشنجات اللي تصيب الجسم. أنواع الصرع، في الصرع الكامل اللي هو الإنسان يفقد فيه الوعي ويغمى عليه وتصير الحركات اللا إرادية اللي ذكرناها. أيوة. وفي الصرع الجزئي اللي هو الإنسان يكون لا يزال لديه جزء من الوعي، ولكن تصير حركات لا إرادية في الأيدي أو في الأرجل تصاحب المريض في هذا الوضع. طبعا الصرع ممكن يبتدي من فترة الطفولة، في أول أيام ممكن الطفل أو الجنير يجيه صرع. أيوة. من أشهر هذه الأنواع اللي هو الصرع اللي يكون لدى الأطفال مع زيادة الحمى، اللي نسميه الفبرايل سي، أو التشنجات الحرارية. التشنجات الحرارية، نعم. ومع كبار السن ممكن أيضا مع الجلطات الدماغية، مع بعض الأورام في الدماغ، مع التهاب السحايا، ممكن الإنسان يتعرض للصرع. 50% من المصابين بالصرع دكتورة، أيوة، الصرع يكون مجهول السبب لديهم، قد يكون بسبب خلل جيني. أيوة. وحصلنا في أنواع من الصرع ممكن تمشي في العوائل كوراثة أيضا. العامل الوراثي يعني يلعب دور كذلك. نعم. دكتور، ما مدى إمكانية المرضى اللي عندهم الصرع من الصيام خاصة في شهر رمضان؟ سؤال جميل، خاصة في هالأوقات. أغلبية المرضى ممكن أن يصومون رمضان، ما يتعارض
حصولهم أو أن هم لديهم مشكلة الصرع أن ما يصومون شهر رمضان. طبعا ننصح جميع المرضى قبل بداية الصيام بشهر إلى أسبوعين بمراجعة الطبيب اللي يتعالجون عنده لترتيب جرعات الأدوية. من الأشياء المهمة جدا لمرضى الصرع أن يأخذون الأدوية في أوقاتها، والحمد لله عندنا إحنا في الدولة جميع الأدوية موجودة، من الأدوية مرة في اليوم أو مرتين في اليوم. في بعض الأدوية ممكن المريض يأخذها 3 مرات في اليوم، ولكن الدكتور المعالج ممكن أنه يسويها خلال شهر رمضان مرتين أنها تكون في اليوم، فيأخذ المريض على السحور وعلى الفطور. ممتاز. من الأشياء اللي جدا مهمة لمرضى الصرع اللي ننصح دائما فيها اللي هو ساعات النوم المنتظمة. كثير من الناس من الجمهور تتخربط عندهم ساعات النوم، صح. تقل ساعات النوم الليلية، فممكن يتعرضون لنوبات من الصرع، فننصحهم أن ينامون خاصة في الفترة المسائية بين 7 إلى 8 ساعات، مما يحد من الإصابة بنوبة صرع. أيوة. دكتور، شو الأعراض اللي طبعا في مرضى نفس ما قلت لي، أن نفس ما طرحت في الموضوع أن تسمحون للمريض بالصيام خلال فترة شهر رمضان خاصة بتنظيم الدواء، فشو الأعراض اللي ممكن المرضى يتعرضوا لها أثناء الصوم؟ بالنسبة للناس اللي لديهم الصرع الجزئي، ممكن نتيهم حالات من الصرع الجزئي الخفيف، ان انتفاضة في الأرجل أو في الأيادي خاصة في فترة أول الصباح. فننصح المرضى بأنهم يتابعون الدكتور، أن يكونوا شايفين الدكتور بانتظام على الأقل في الفترة اللي قبل الصيام. أغلبية المرضى لديهم صرع يكون مر عليهم أعوام صاموا فيها سابقا، فمتعودين على ترتيب أوقات الدواء والصيام. أيضا من الأشياء اللي دائما ننصح فيها أن غير ساعات النوم وكذا، أن المريض يكثر من السوائل خاصة المصاب بالصرع، لأن الأدوية اللي يأخذها تكون مركزة. ففترة الصيف والصيام ممكن أن الدواء النسبة تكون مختلفة في الدم، فيجب أن يأخذون كميات كافية من السوائل لكي نساعدهم على فترة الصيام أيضا. ممتاز. دكتور، في تساؤل اللي هو هل الصيام له تأثير إيجابي على المريض من حيث السيطرة على نوبات الصرع؟ جميل جدا هذا السؤال، كنت أنا أريد أتطرق له. من الأشياء الجميلة حقيقة اللي اكتشفت حديثا في آخر 20 سنة، أن في أنواع معينة من الصرع، حصلوا من كل أنواع الصرع أنواع معينة أقل من 5%، ممكن أن الصيام يساعد على التحكم بنوبات الصرع وتقليلها، خاصة لدى الأطفال. إنه يدخل المريض في مرحلة الكيتون في الدم، فهذه تساعد على تقليل نوبات الصرع. في كثير من المشكلة، ومن بعض الأطفال ممكن نستخدم لهم إحنا النوع خاص من الدايت أو من التغذية اللي تساعد على رفع هذا الكيتون في الدم، يسمونه فاتي دايت، أو اللي هي الحمية الدهنية واللي فيها دهون زيادة، فهذه ترفع الكيتون في الجسم، فيقل حصول نوبات الصرع عند الأطفال. فمو في كل أنواع الصرع ما نأخذها بطريقة خطأ، وإنما في أنواع خاصة ممكن أن الصيام يقلل من عدد نوبات الصرع ويتحكم في الصرع. ممتاز، وخاصة أن الفئة هذه معظمها تكون أطفال، يعني صحيح. شيء حلو أن يعني حتى جزء من العلاج مو فقط الأدوية، يعني مثل الصيام، نوع الأكل حتى إذا غيرناه يؤدي إلى علاج هاي الحالات. طبعا نعم، هذه لازم متابعة مع الدكتور المعالج، لأن النوعيات من الصرع يحتاج إلى متابعة. وعدم توقف الدواء، يعني الأهل ما يوقفون الدواء أو الشخص ما يوقف الدواء عشان يستخدم أشياء ثانية. هذا شيء جدا مهم دكتورة ذكرتي، إن عدم توقيف الأدوية في، ما بقول إن نسبة معتبرة، وإن نسبة صغيرة أو محدودة من المرضى إن خلال فترة الصيام يتوقفون عن أخذ الأدوية أو ما يأخذون الدواء مرتين في اليوم،
لأن صلاة القيام أو التراويح وكذا، فيضيق عليهم الوقت. فهذه ننصحهم حقيقة بالالتزام أن على السحور وعلى الفطور أن الأدوية لازم تؤخذ، وأن الدواء اللي مكتوب مرتين في اليوم لازم مرتين في اليوم مش مرة واحدة في اليوم، أو أن يجي المريض يجمع الدواء مرة واحدة عنده حبتين 500 500، أيوة فياخذ مرة واحدة 1000، لا هذا الدواء يشتغل لمدة 12 ساعة 16 ساعة، ما يستوي أنك تأخذ مرة واحدة، الجرعة تكون جدا كبيرة، فتأخذ واحدة على الساعة 7 على الفطور، واحدة على الساعة 4 على الإمساك أو على السحور. فهذا جدا مهم أيضا. دكتور، تطرقت انت جزء بسيط بخصوص الأدوية وكيف ياخذها، فكيف يعني نحن عارفين تنوع أدوية الصرع يعني، ومثل ما ذكرت الحمد لله معظمها موجود أو كلها تقريبا موجود عندنا في الإمارات، فكيف كيفية استخدام أدوية الصرع في رمضان من حيث التوقيت والجرعات، خاصة أن الوقت ضيق تقريبا من بعد الفطور؟ صحيح. الشيء الجميل في أدوية الصرع أن ما تحتاج تكون على معدة فاضية أو أن بعد الطعام بوقت طويل، فأول ما يبتدي الإنسان هاي الأيام الفطور على الساعة 7 تقريبا مساء يأخذ الجرعة مباشرة على الساعة 7، والجرعة الثانية اللي مساكها الأيام على الساعة 4 وشوية فيأخذ على الساعة 4 أيضا، حتى لو أنه راقد ما بيقوم يسحر على الأقل عدال الدواء يأخذه، فهذه تعطي مساحة حوالي 12 إلى أقل من 12 ساعة، حوالي 10 ساعات فرق بين الجرعتين، فممكن أنه يأخذ الدواء في هذه، وكل ما وسع المسافة تكون أفضل طبعا، ولكن أكبر حدين عندنا الساعة 7 إلى 4 صباحا، فهذا وقت كافي أنه يأخذ فيه جرعتين من الدواء. ممتاز، وما بشرط أن تكون بعد الأكل أو المعدة تكون مليانة، ما بلازم أنه يكون صايم مثل أدوية الغدة، لازم أنه تكون نص ساعة أيوة. بين الأكل، أو ما يتداخل أيضا مع عادة أدوية الضغط أو السكري، فهي أدوية مريحة حقيقة، ولكن الشخص لازم يكون ملتزم ومنضبط. خاصة أنا أنصح أولياء الأمور اللي لديهم أطفال بادين في الصيام أن يركزون على هذه المهمة، أن الطفل قبل ما يصير المدرسة والحضانة أن يأخذ أدويته بانتظام، خاصة إذا الطفل في أو الشاب أو الفتى في عمر 12-13 سنة بدأ يصوم، هو الولد أو البنت أن أيضا يأخذون أدويتهم بانتظام. هاي مسؤولية الوالدين أن ينتبهون، لأن ممكن حالات تأتينا في الطوارئ يكون طاح الولد في الصف والشنج لأنه ما أخذ دواها كالصباح أو ما أخذ لنا 24 ساعة. أيوة، فهاي نقطة مهمة جدا يعني، خاصة للأطفال اللي يحتاجون مراقبة ومتابعة حتى في أخذ أدويتهم. دكتور، أنت ذكرت بخصوص التواصل مع الطبيب خلال أو حتى قبل شهر رمضان، فشو أهمية التواصل مع الطبيب قبل الشهر أو حتى خلال الشهر لمرضى الصرع؟ طبعا هو قبل الشهر يكون أفضل، الكلام اللي احنا قلناه من توعية ان انضباط في ساعات الأدوية. في بعض المرضى يكون لديهم لبس ان مثل يأخذون 3 جرعات من الدواء في اليوم، مثل خلنا نقول الساعة 7 الصباح عقب يأخذون على الغداء عقب يأخذون على المساء، فهذه للمرضى لازم ما يوقفون الجرعة اللي هي في الظهر، يوم بيتابعون الدكتور بيجدم هذه الجرعة، ما يخليها مع الفطور مع السحور او يخليها مع الفطور. هذا ترتيب الجرعات الادويه جدا مهم. المريض مرات تكون عنده بعض الاسئله والاستفسارات عن نوعيات الاكل في رمضان اذا تتداخل مع الاطعمه، وهو عاده ما يصير مع الادويه، عاده ما يصير مع ادويه التشنج، وانما افضل ان المريض يكون ايضا محتاط لهالامور فيتابع دكتوره قبل شهر رمضان، يكون هذا شيء جدا مناسب. صح، هاي النقاط وايد مهمة، خاصة أن يعني أي شخص مصاب بالصرع ما يبغي حالتي، أو وترتيب الدواء له دور كبير كذلك. دكتور، بالنسبة لمرض الصرع شو هي محفزات هذا المرض بشكل عام؟ سؤال جميل. مرض الصرع شكل ما قلت أنا 50% منه مجهول، 50% لأمراض قد تكون إصابات بكتيرية وأورام في الدماغ أو جلطات. المحفزات الرئيسية إذا الشخص تم تشخيصه بمرض الصرع، رقم واحد ممكن كيف النوبة، رقم واحد إذا ما ينام ساعات كافية، اضطراب في النوم، أخذ بعض الأدوية
من مضادات حيوية أو أدوية نفسية ممكن أن تجيب اللي هي نوبة الصرع للناس اللي عندهم صرع. يعني إذا أنت ما عندك صرع ما تعاني من الصرع وخذت بعض الأدوية ما بيجيك الصرع، وإنما في ناس معينين ممكن إذا أخذوا أنواع من الأدوية ممكن تجيهم النوبة. من الناس أيضا اللي عنده يصابون بالحمى، خاصة الأطفال أقل من 6 سنوات إذا ارتفعت درجة الحرارة عندهم فوق 39، في عدد بين 70-80% ممكن تجيهم اللي احنا نسميها التشنج الحراري. فهذه من الأشياء اللي ممكن أنها تسبب نوبة الصرع أو تحفزها كذلك أو تحفزها. نعم، للتنويه هنا فقط البارحة تم افتتاح وحدة الصرع في مستشفى راشد معالي حميد القطامي، شرفنا وافتتحها في هيئة الصحة. هذه أول وحدة على مستوى هيئة الصحة متخصصة بأمراض الصرع، متخصصة بتشخيص الصرع، وحدة متكاملة يتم إدخال المرضى معاينتهم لمدة 24 ساعة لأيام لتحديد نوعية الصرع. مشرفين عليه ناس أطباء متخصصين في مجال الصرع. فهي من الأشياء الجميلة أن اليوم كان لقاءنا والبارحة كان افتتاح هاي الوحدة في مستشفى راشد. الحمد لله، نبارك لكم بافتتاح هاي الوحدة في مستشفى راشد اللي هي وحدة الصرع، نتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله. آمين. دكتور، بما أن طرقنا لوحدة الصرع في مستشفى راشد، شو هي الخدمات اللي تقدمها هيئة الصحة بدبي المرضى الصرع بشكل عام؟ نعم، إذا بنجمل الكلام في 4 نقاط. النقطة الأولى افتتاح وحدة الصرع، لدينا طاقم متكامل حقيقة من أخصائيين استشاريين على مستوى عالي جدا في التعامل مع مرضى الصرع، تشخيص مرضى الصرع، من تمريض، من وحدة متكاملة أيضا مع وحدة الصرع اللي هي الإلكتروفيسيولوجي، ساعديني هذا هنا في الترجمة، اللي هو قياس كهربائية المخ. جميل جدا، قياس كهربائية المخ متكاملة لهذا الشيء. في طاقم تمريضي كامل مختص في هذا الأمر أيضا، فوحدة متكاملة الحمد لله، هذه إنجاز كبير جدا. رقم 2، لدينا كل أسبوع عيادة متخصصة يجلسون فيها 4 دكاترة فقط لخدمة مرضى الصرع، فمتابعة مستمرة كل أسبوع موجودة هذه العيادة، المرضى يتابعونا. لدينا حوالي عدد كبير، ما يحضرني الرقم الآن، وإنما بالآلاف من المراجعين اللي عندهم مشكلة الصرع يتابعون في مستشفى راشد. بالنسبة للأدوية، مثل أحدث دواء نزل قبل شهور في أمريكا تم اعتماده من الـFDA، موجود في هيئة الصحة في دبي. فنحاول أن أفضل العلاجات والأدوية وطرق التشخيص تكون موجودة عندنا، واتباع أحدث البروتوكولات أو المعايير لعلاج هؤلاء المرضى. ممتاز. ودكتور، كافتتاح لوحدة الصرع، يعني هذا التركيز يكون كبير على مريض الصرع. يعني نحن عارفين يمكن في مجالنا الطبي أن المراكز التخصصية سبحان الله تكون يعني التركيز أكثر على المرض ومتابعته بعد تكون بدقة أكثر. توفير مثل هذه الدكتورة الوحدة في هيئة الصحة بيوفر عبء كبير على المرضى، أن السفر للخارج للتشخيص الصحيح، للمتابعة، للتقييم الصحيح. هذه موجودة الآن في دبي، تخدم المقيمين والمواطنين على حد سواء للوصول لأرقى خدمة ممكنة. فالحمد لله وشكرا للدعم اللي نحصله من حكومتنا الرشيدة في هذا الخصوص، وإن شاء الله القادم أفضل بإذن الله. إن شاء الله إن شاء الله يا دكتور. دكتور، كلمة أخيرة توجهها لمستمعينا خلال البرنامج. بالنسبة لمرضى الصرع، النصيحة الأولى المتابعة الدقيقة مع الدكتور المختص اللي يعالج. رقم 2، الفحوصات الدورية لمعرفة نسبة الدواء اللي تأخذ للصرع في الدم. رقم 3، أي تغيير في جداول الأدوية لازم أن تكون مع الدكتور. رمضان شهر عبادة، ولكن أيضا هو ما الصرع ما يمنعك أنك الصومة، فإذا أخذت أدويتك بالطريقة الصح بمتابعة الدكتور ممكن أن يكون عندك صيام
سليم وربنا يتقبل منا جميعا ان شاء الله. ونصيحة للأهل اللي عندهم أطفال عندهم مرض الصرع كذلك؟ اللي عندهم أطفال ينتبهون أن الطفل أو الصغير يأخذ أدويته في وقته. الحمى تعتبر علامة أحمر بالنسبة للدكتور سيري ريد فلاك، فلازم أن ينتبهون أن الطفل إذا يتحمى أو حرارة أن يتم تنزيلها، خاصة الأطفال تحت 6 سنوات. الأدوية أن يأخذونها بانتظام، عمل الفحوصات الطبية، عمل التصوير الدماغي، هذا طبعا الدكتور اللي مسؤول عنه أكيد بيسويها للطفل، والمتابعة. دكتور سهيل الركن استشاري أمراض المخ والأعصاب مستشفى راشد، شكرا لك دكتور. تحياتي. مستمعينا، مثل ما طرقنا الموضوع اللي هو مرضى الصرع والصيام، دكتور سهيل النقاط اللي ذكرها جدا مهمة، خاصة للمرضى اللي يعانون من هذا المرض أو كذلك للأهل اللي أطفالهم يعانون من هذا المرض. فمسموح لهم الصيام بس الاهتمام بأخذ الدواء وزيارة الطبيب قبل البدء بالشهر عساس يرتب لنا طريقة أخذ الدواء. وضحنا دكتور سهيل بخصوص حتى الأدوية. وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم مستمعينا الأعزاء، إن شاء الله نلقاكم باكر على نفس الوقت الساعة 10. أحب أشكر فريق العمل وياي اليوم في الإعداد حسني البلاونة، في التنسيق نجاة السويدي، وفي الإخراج عيسى سبيل. يعطيكم العافية جميعا، محدثتكم الدكتورة عاشة البسطي. إن شاء الله نلقاكم باكر وبدومتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.